سولني انت تسولني نسولك كيفاش من الكلون لنا. تبارك الله عليك، قيمة الشراء رائع عندك. ولد الشعب اللي كيعشق الاطفال دار محل ديال الالعاب باش يفرحهم من بعد ما قصتو بدات معهم بالكلون. كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي، ولد الشعب اللي كيعشق الاطفال دار محل ديال الالعاب باش يفرحهم من بعد ما قصتو بدات معهم يعني بكلون. وغادي نخليكم متابعي قناه شوف تيفي مع السلام عليكم. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اسيدي. عاود لنا شويه على القصه ديالك من بعد يعني كم يعني فين كنتي كلون، فين كنتي كدير هذا التنشيط التربوي يعني في دار الشباب ولا فين؟ عاود لنا شويه على قصتك وكيفاش تبدات قصه الالعاب وقصه الكلون. واخا السلام عليكم ورحمه الله خويا ياسين، بخير واش مزيان؟ الله يعطيك الخير. بالنسبه لي كبديت كولد الشعب بديت المهنه ديالي اللي كنعشقها واللي عندي معها قصه الحمد لله، اللي هي الكليون، منشط تربوي بالنسبه ديال الاطفال وكذا. المهم بدات المسيره ديالي من دار الشباب المدينه في مدينه الرشيديه على رئاسه السي حافظ محاش، تنشكرو من هذا المنبر، والسي عماد نصيري تنشكرو من هذا المنبر حتى هو، اللي وقفوا معايا الحمد لله وتعلمت منهم واعطيت الحمد لله، وخرجنا للشارع الحمد لله، درنا الكليون في الشارع، درنا في المنتزة ديال 3 مارس، والحمد لله عطينا من عندنا وفرحنا الوليدات وشاركنا في جميع الأنشطة التربوية الحمد لله، منها مخيمات، منها جميع، منها أعياد الميلاد، منها كل شيء الحمد لله. وكنشكر السي ياسين اللي الحمد لله جا عندي المحل هنا باش يشوف شنو الحمد لله فين وصلنا، ومرحبا بكم وعلى سلامتكم في عالم الطفل، يرحب بكم دائما. الحمد لله كيفاش بدات قصتي باش طورت الحمد لله وندير المحل ديال الزياده. اش نقول لك اخويا ياسين، زعما غريب زعما ماشي الحمد لله. قلت علاش زعما انا كنحب الاطفال، علاش ما نديرش زعما شي محل اللي نعبر به على الحب ديالي للاطفال. الحمد لله بديت في المسيره ديالي في التجاره مع الاب ديالي الحمد لله، اللي كنشكر من هذا المنبر، من هذا المنبر سمح لي الازعاج، من هذا المنبر، والحمد لله هو اللي عطاني واحد القوه ديال التحفيز، عطاني واحد القوه ديال التحفيز الحمد لله، ومشيت مزيان الحمد لله في التجاره، والحمد لله درت المشروع ديالي اللي كنت نحلم به الحمد لله، درته الحمد لله، واني دير تخصص ديال الالعاب اللي جوي، ودير حتى التخصص اخر عاوتاني بزباز زياده، الناس اللي عندهم الحويجات اللي بغاو الحويجات الزياده، اللي بغاو البيكالات، اللي بغاو البوسيت، اللي بغاو كتفرح حيت يجي شي طفل لهنا انه ياخذ شي حاجه ولا كتجي شي اسره عندها شي طفل. نعم كنتي معاهم فقط غير في الخارج انك تضحك معاهم وتلعب معاهم. واه الحمد لله دابا كيجيو عندي، كانوا كليان عندي في بالنسبه لشي ديال الكلون، كانوا الحمد لله كيعيطوا لي لديورهم تندير لهم الكلون الحمد لله، واني دابا تنتفاجئ كيجيو عندي للمحل الحمد لله وفرحانين، ماشي زعما فرحانين بهذا المشروع اللي درت الحمد لله. ربما هذا هو الوحيد في مدينه الرشيديه اللي داير يعني محل ديال بيع الالعاب بحال هكا. لا كاين موجود الناس اللي عندهم نفس الدومين، ولكن الحمد لله كل ما كسر كل الحمد لله تزاد خير ان شاء الله. اي ان شاء الله، الله يعطيك الخير. يعني من الكلون الى محل ديال الالعاب. اي ان شاء الله، الله يعطيك الخير. مازال كيزورك هنا، مازال كتفرح بالدراري. مازال الحمد لله. نعم حيت تنشوف بالنسبه للاطفال سبحان الله العظيم كنشوفهم كنفرح بزاف. اكثر يطلعوا عندي لهنايا ونشوف معاهم، نضحك معاهم، نبسط معاهم، اذا عندي قصه معاهم الحمد لله. شحال تقريبا وانت في هذا يعني في الدومين ديال الكلون؟ 9 سنين. 9 سنين. 9 سنين اسيدي. المستوى الدراسي اللي مشيتي فيه؟ المستوى الدراسي ديالي؟ هو ماشي شي مستوى، لاني المهم الحمد لله قال هذاك ماشي بقات في القرايه، انما بقات في طور راسك. القرايه هي مزيانه، ولكن نفس الوقت الى انت قاري وما عرفتش شنو دير يعني ما صالحاش، فهمتي كيفاش؟
خصك تكون ولد الشعب الا بغيتيني كيفاش جات ديما لك الفكرة انك نيت تدخل لعالم التنشيط؟ عالم التنشيط. عالم التنشيط اسيدي كنت تنحضر في دار الشباب، كنت نحضر وتنمشي نولي كلون تمايا، وقلت له ربما حتى هنا نمشي ونتعلم الى لقيت شي زعما شي استاذ اللي اثرني ويعلمني، علاش من بقيت تنبحث حتى تلاقيت بالاستاذ اللي ذكرت لكم، استاذ حافظ محاش، كنشكر من هذا المنبر، وكنشكر حتى الاستاذ سعيد فوزي والاستاذ هاشمي، حتى هو كنشكر من هذا المنبر، والطاقم التقني ديالنا الله يسهل عليكم. تبارك الله عليك. الله يكبر بك. ذكرتي مجموعة من الأسماء، منهم سعيد ومنهم هاشمي ومجموعة من الأسماء تبارك الله عليهم، اللي في الحقيقة عطوا رونق رائع وعطوا أيضا بصمة زوينة للمدينة الرشيدية وخصوصا في عالم التنشيط، فتبارك الله عليهم والشكر الجزيل لهم. هنا متابعي قناة شوف تيفي مع هذه الألعاب وأيضا مع عالم الأطفال، محل ديال الألعاب، داروا ولد الشعب من بعد ما بدات القصة ديالو بكلون، فالله يوفقه ويكون معاه، نتمنوا له فقط يعني مزيد من التشجيع، والله يوفق إن شاء الله كل واحد. وكيف ما كتعرفوا بان قناه شوف تيفي قناه الشعب وصوت لمن لا صوت له بدون مقابل مادي، والحمد لله يعني ابناء الشعب دائما انك توقف معاهم. هاك اعطينا كلمه اخرى ونشوفوا عالم الالعاب معك. مرحبا سيدي، مرحبا بكم. عندنا سميتو الحويجات ديال الزياده هكا، ناس السيدات شي حاجه درتيها كبيره، ما كايناش شي حاجه كبيره، ما كان غير الاطفال. الاطفال كل شيء مع الاطفال. عندك شي وليدات؟ مازال على الله، يلا تزوجنا سيدي. الله يكبر بك سيدي، الله يسهل عليك، الله يعطيك الخير ان شاء الله. ومرحبا بكم في عالم الطفل، كيتواجدوا هنا اللبسات بحال هكا ديال الزياده، كاين لبسات الزياده بحال هكا، كاين كسيوات ديال الخروج، كاينين ديال تحت شي حويجات ديال تحت ولا شي حاجه بحال هكا، كاين طبالي، كاينين طبالي ديال الماكله بحال هكا، وكاين لي بوسيت 3 بياس ولا بياسه واحده. ومرحبا بكم مره اخرى، تبارك الله يسهل عليكم. شنو تبغي تقول لساكنة مدينة الرشيدية؟ اش نقدر نقول لهم؟ اش نقول لهم؟ مرحبا بكم وعلى سلامتكم، وكان نشرفوا بكم تزورونا هنايا في عالم الطفل وديما ولد الشعب. تبارك الله عليك، الله يسهل عليك. فين كاين باش الناس يعرفوا فين كاين؟ المكان فاش كنتواجد انا امام السوق واد الاحمر الرشيديه، الباب الثاني ديال التمر، نقدر نوريكم هنا البلاصه من يوم الشرج من هنايا تنبان الحمد لله. الله يكبر بك. ها المكان هنا حدا البلاصه ديال التمر، حدا السوق، السوق اون فاس السوق، الباب الثاني ديال التمر. تبارك الله عليك، الله يكبر بك. نتمنى ان شاء الله التوفيق والسداد. شكرا، ونتمنى ان شاء الله انك تزيد تطور في المشروع ديالك. الله يكبر بك السياسي، ونشوفك ان شاء الله في احسن ما يرام. والكلمه الاخيره اللي تبغي تقول لابناء الشعب؟ ولاد الشعب كاع، بالنسبه للدراري الاباء الامهات، عشان نقول لكم ديما خص تكون ولد الشعب، الا تخلق اسم ولد الشعب غادي يمكن لك دير اي حاجه. جيتي بقي تخترق شي حوايج راه ما عمرك توصل. الا كدير شي واحد تدير في المثال، واحد تيشوف فيك شوفه خايبه، لا انا ما غاديش ندير هذه، ما غاديش ننجح، ما غاديش كذا، راه بنادم تيبغي يهرسك. ولكن انت حاول تكون قدوه للشباب، وتشكر الشباب، وتكون تشكر وليدات الرشيديه كامل من فيهم تالي. وتحياتي خويا ياسين، الله يكبر بك، تحياتي، الله يسهل عليك. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات من داخل محل لبيع الالعاب، اللي في الحقيقه شاب ولد الشعب، بدات قصته مع كلون، ودابا الان كنشوفوا انه داير محل، فالله يوفقه ويسعده ان شاء الله. واكيد ان شاء الله متابعي قناه شوف تيفي الى بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن.